وشك. السلام عليكم، بدايه فيديو جديد ضرب بنار ان شاء الله هيعجبكم. نخش جيم بس نظبط الاداء. اظبط يا ياسين عشان ما اجلكش علقه، اظبط التتان عشان تموت اول واحد، وما ينفعش نموت كتير. ماشي يلا يا جماعه عشان هنبدا الفيديو. يلا ما تنسوش السبسكرايب ورن الجرس. وتفعيل الجرس، ما تنسوش تفعيل الجرس والسبسكرايب واللايك. يلا خلوكم مع الفيديو. فيديو بس معلش سوري. يلا السلام عليكم. يا معاد الله حبيت برك. ايوه يا جماعه اخر مره طلع ب 6 كيلو صح؟ 17 كيلو. اه 17. تنسي ما في حد ينسى اللحظه التاريخيه. انا طبعا لعبت 17 كيلو الحوايج قبل كده طلعت ب 20. طب انا اغير لسه عشان بس شكله وحش. المشكله ان هو عمل سوفت وير. اه يعني عملت حركه متخلفه ازاي؟ ما اعرفش ازاي ما رجعش الليفل بتاعه. حاجة يعني غير متوقعة. علشان بس هو عمل سوفت وير للموبايل كله في كويس ببجي، عشان هو ما عملش باك اب علشان لما يدخل بالاكونت تاني بس، عشان كده هو بقى كل حاجة ضاعت. كان ملون، كنت ملون الكار والام 400 والخوذة، كنت ملون حاجات كتير. انا الحمد لله ملون الام 100 والمسدس والكار والام 400 واليوزي. كريم كان ملون، كريم كان هيلون وكان هيسبقني بكل الاسلحه. بس نعمل ايه، وكل واحد نصيبه. كان هيسبقني بكل الاسلحه باسابيع وشهور. بس نعمل ايه، كل واحد. رايك في لبسي؟ اكسبه واملك دول، اكسبه. جماعه تتحدوني ان انا اكسب الجيم ده؟ انا شفته اهو جامد. تتحدوني يا جماعه ان انا اكسب الجيم ده؟ مين اللي يتحداني؟ ماشي بس اللي هيموت ماليش دعوة. ماشي شيلوا مر، شيلوا مر. اوف انت هتنزلنا في وسط. لا لا ما تخافش. لا يا جماعة اللي هيموت اول واحد هنحط له شطة بس في الترمس هنقلب له. او ماي جاد. لا 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 خش على البيت اللي جنب الحوادث. ما تخافوش انتوا، مع انيب واحد في العالم. سكوب 6 على النزولة. اقسم بالله سكوب 6 على النزولة. انا اول ما نزلت لقيت سكوب 6 جنبي. سكوب 8 اضرب هنا، اضرب هنا سكوب 8. يا عم سكوب 8 ماشي يا عم. مش مصدق نفسي اول ما نزلت رحت فتشت بالحظ سكوب 8. انا مش مصدق شكل الحظ في الجيم ده رهيب. ان شاء الله بس يا رب بس نلاقي لي او اي حاجه تركب على السكوب 8. عشان لو ما لقيتش اي حاجه تركب على السكوب 8 هيكون السكوب 8 ملوش اي لازمه. بس نلاقي. اقسم بالله ان انت سايب اليونبي. انا عارف انا واقف سبعمية ايام اسبوعية. للأسف اللي اتعمل لغاية دلوقتي ما لقيتش دي بي سنايبر. بس هنركب على جماعة انتوا معاكوا احلى واحد بيلعب بالديبي. الحمد لله اس كي اس وبير وما بيركبش عليه السكوب. لا بير عليه. لا مش الاس كي اس، سوري الاس 12 كي. كنت بفكر بيرك اب عليه للاسف لسه ما بيركبش عليه السكوب. عايزه في قنبله دخان، في قنبله دخان اعتقد داخل جوه البيت ده والبيت ده. بس انا اعتقد شفت واحد
الواحد ينحت. من بره 10%. موبايلك كام؟ بجد دفعت طرف ليه؟ لا عنده حسيب. شايف خدت طلق مش هدهولك الا لما ترميه عشان معايا طلق. لو نطلع على الحاجات التانية بدور على الكل يا جدعان ومش لاقي. مش هيقول اس ال ار بيركب عليه اسمه ايه؟ يلا بينا. الاس ال ار بيركب على السكوب 8 لكن للاسف انا مش عارف الاس ال ار بياخد طلق ايه. طلع الرمادي للاسف. فاحنا هندور ونشوف طلق ايه. نسال كريم صاحب الاس ال ار بياخد ايه. كريم هو الاس ار بياخد طلق ايه؟ شفت واحد شفت واحد. معايا كريم شوف درس اتنين مش واحد. اني نوك اني نوك يا جدعان. اني نوك اني نوك انا وقعت يا جدعان. يا كريم يا كريم دول كانوا ثلاثة عليا يا جدعان. وانا والله ما ينفع انا كنت فوق للاسف. كده يا كريم خد الاس ال ار والله هو كده. و السكوب ايه عشان طلع بيه في الدور. والله ما كده كريم العالمي اقسم بالله. كريم العالمي خد السكوب ايه هو الاس ال ار. انا هو انا اللي وقعت هناك. ده كريم خد السكوب ايه كريم. ينفع تسكت من وراك من وراك. شفت نوب نوب استنى هو مش عايز يا اخي. هو مش عايز او جاب دلوز لا جماعة ده النوب خالص. في واحد تاني يا عم ما تزودش. انت تاخد السكوب ايه يا اخي. هو مش عايز السكوب ايه خلاص. هتخليه ياخد السكوب ايه غصب عنه. ما ممكن ينفع لو هو سالب ايه. يبقى انا رايي خد السكوب ايه والاس ال ار واطلع على البتاع العاليه وخلص. يبقى اسلك انا عايز الفلير بتاعك اهو. برافو معاك
انا هايكر حبيبي، يعني انا مش مستخدم انا سكوب اتنين. علي دم روح شفتك. يا من الزوم على أقل حاجة. لما كنت نسيت أحيي إزاي وقع؟ مش عارف إزاي أنت بتضرب عليه وقالت بقالك سنة؟ شكله واحد يعني إيه؟ بصوا يا جماعة كل ده ضاع مني. وبقى انا بعد كده هعلمك تعمل فخ ازاي بعد كده. لما اتنين سكوب ستام قتلوني بالبصخة. بعد كده لازم كده نهاية الفيديو، ما تنساش اللايك والسبسكرايب. يلا سلام.